دعائے سماعت اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسلوکا بسمک العظیم العظم العظل اجل الاکرم اللذی زادوئی تبہی علی مغالق باب السمائی للفتح بالرحمہ ان فتحت وائزادوئی تبہی علی مزائق باب الارض للفرج فرجت وائزادوئی تبہی علی الاسر للیسر تیسرت وَإِذَا دُعِيتَ بِهِ عَلَى الْأَمْوَاتِ لِلنُّشُورِ انْتَشَرَتْ وَإِذَا دُعِيتَ بِهِ عَلَى كَشْفِ الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ انْكَشَفَتْ وَبِجَلَالِ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ أَكْرَمِ الْوُجُوهِ وَأَعَزِّ الْوُجُوهِ الَّذِي أَنَتْ لَهُ الْوُجُوهُ وَقَزَّتْ لَهُ الرِّقَابُ وَخَشَعَتْ لَهُ الْأَصْوَاتُ وَوَجِلَتْ لَهُ الْقُلُوبُ مِنْ مَخَافَتِكَ وَبِقُوَّتِكَ الَّتِي بِهَا تُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِكَ وَتُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَ وَبِمَشِيئَتِكَ الَّتِي دَانَ لَهَا الْعَالَمُونَ وَبِكَلِمَتِكَ الَّتِي خَلَقْتَ بِهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَبِحِكْمَتِكَ الَّتِي صَنَعْتَ بِهَا الْعَجَائِبَ وَخَلَقْتَ بِهَا الظُّلُمَاتِ وَجَعَلْتَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَخَلَقْتَ بِهَا النُّورَ وَجَعَلْتَهُ نَهَارًا وَجَعَلْتَ النَّهَارَ نُشُورًا مُبْصِرًا وَخَلَقْتَ بِهَا الشَّمْسَ وَجَعَلْتَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَخَلَقْتَ بِهَا الْقَمَرَ وَجَعَلْتَ الْقَمَرَ نُورًا وَخَلَقْتَ بِهَا الْكَوَاكِبَ وَجَعَلْتَ نُجُومًا وَبُرُوجًا وَمَصَابِيحَ وَزِينَةً وَرُجُومًا وَجَعَلْتَ لَهَا مَشَارِقَ وَمَغَارِبَ وَجَعَلْتَ لَهَا مَطَالِعَ وَمَجَارِي وَجَعَلْتَ لَهَا فَلَكًا وَمَصَابِيحَ وَقَدَّرْتَهَا فِي السَّمَاءِ مَنَازِلَ فَأَحْسَنْتَ تَقْدِيرَهَا وَصَوَّرْتَهَا فَأَحْسَنْتَ تَصْوِيرَهَا وَأَحْسَيْتَهَا بِأَسْمَائِكَ إِحْسَانًا وَدَبَّرْتَهَا بِحِكْمَتِكَ تَدْبِيرًا فَأَحْسَنْتَ تَدْبِيرَهَا وَسَخَّرْتَهَا بِسُلْطَانِ اللَّيْلِ وَسُلْطَانِ النَّهَارِ وَالسَّاعَاتِ وَعَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ وَجَعَلْتَ رُؤْيَةَ لِجَمِيعِ النَّاسِ مَرًّا وَاحِدًا وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِمَجْدِكَ الَّذِي كَلَّمْتَ بِهِ عَبْدَكَ وَرَسُولَكَ مُوسَى ابْنَ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْمُقَدَّسِينَ فوق إحساس الكروبين وفوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبال هوريز في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرقت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر صوف وأقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثت مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم العظم العاظل أجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شعين وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل ووفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق بحلفك وليعقوب بشهادتك وللمؤمنين بوعدك وللدائين بأسمائك فأجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى ابن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشان الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا وأهل الآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فضائه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقل لها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركضت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وقمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة الدهر الدهور
وحمدت به في السماوات والارضين وبكلمتك كلمه الصدق التي سبقت لابينا ادم عليه السلام وذريته بالرحمه واسالك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبال فجعلته دكا وخر موسى صعيقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في الصعيد وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكه الصافين وخشوع الملائكه المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على ابراهيم خليلك عليه السلام في امه محمد صلى الله عليه واله وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في إطرته وزريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نراه صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير. یہاں پر اپنی حاجات طلب کریں. اللہم بحق حاضر دعائی و بحق حاضر اسماء اللتی لا یعلم تفسیرها ولا یعلم باطنها غیرک صلی علی محمد و آل محمد وفل بی ما انت اہلہ ولا تفعل بی ما انا اہلہ واغفر لی من ذنوبی ما تقدم منها وما تأخر ووسع علی من حلال رزقک واکفنی معونت انسان سوء و جار سوء وقرين سوء وسلطان سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين. يا الله يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا تعويلها ولا باطنها ولا ظاهرها غيرك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترزقني خير الدنيا والآخرة. یہاں پر حاجات طلب کریں. وفعل بما أنت أهله ولا تفعل بما أنا أهله وانتقم لي من. یہاں پر اپنے دشمنوں کا نام لے, دشمنان اہل بیت کا. واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات ووسع علي من حلال رزقك واكفني معونة انسان سوء وجار سوء وسلطان سوء وقرين سوء ويوم سوء وساعة سوء وانتقم لي ممن يكيدوني وممن يبغي علي ويريد بي وبأهلي وأولادي وإخواني وجيراني وقراباتي من المؤمنين والمؤمنات ظلما إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين. اللهم بحق هذا الدعاء تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغنى والثروة وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرامة وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى مسافر المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإطرته الطاهرين وسلم تسليما كثيرا.